دلوقتي انا عشان بشرتي تبقى نضره اكون بتعرض للشمس بشكل قد ايه؟ يعني كل قد ايه اتعرض كل يوم للشمس؟ الشمس اللي هي اشعه الشمس اللي مش الضاره، اللي هي الصبح بدري قبل الساعه 12 او 11. من الساعه كام؟ من قبل الساعه 12 او 11 الظهر، واللي بعد الساعه 4 دي علشان فيتامين دي. ومن 12 ل 4 دي ضاره. ولو اتعرضت يبقى احط سان سكرين المناسب. اوكي، ونحط سان سكرين. تمام، اهتم بالتغذيه من جوه. النظام الغذائي، طبق السلطه مهم جدا. ها؟ كل المكونات الغذائيه تبقى مهمه في اكلي. البروتين على فكره مهم جدا، وبرضو علشان نخش بقى للشعر كده من تحت لتحت، البروتين مهم جدا لبصيلات الشعر ولفتله الشعرايه. الناس اللي بتعمل دايت ما فيهوش بروتين شعرها بيتاثر. والبروتين يتمثل فيه؟ البروتين يتمثل في ماده الكيراتين المحاطه بالشعرايه، يعني ربنا خلق لنا البروتين كل بقى اللحوم والبقوليات والحاجات دي، والفراخ والتونه والسمك. ما دي اللحوم. اللحوم بقى الحمراء والبيضه والبقوليات. واني اكتر اكله فيهم في يعني انواع البروتينات دي اللي بيتمثل؟ ما اقدرش اقول انهي اكتر اكله، لان ممكن مثلا واحده تكون كبيره في السن فعندها يوريك اسيد عالي، اقول لها لا شفيتي شويه على البقوليات اكتر من اللحوم الحمراء. واحده ما بتحبش اللحمه الحمراء اقول لها لا كلي سمك افيد او لحمه ده فراخ. فيعني خلينا بس نهتم ان لازم يبقى فيه بروتين في اكلنا. اوكي، حتى لو بروتين نباتي. ويبقى نظام غذائي محترم. ونظام غذائي محترم وما يبقاش عندي انيميا. تمام، وما يبقاش عندي نقص فيتامين دي اللي هو دال. واشرب ميه كتير. واشرب ميه من 2 ل 3 لتر في اليوم، واخد مضادات الاكسده. يس. دول انا عند الحمام بقى. جنب الحمام. احنا نشرب ميه ونقعد جنب الحمام. اتفضلي يا فندم. 2 ل 3 لتر يوميا. اوكي، ومحدش يجي يقول لي اصل بشربه في النسكافيه والقهوه والشاي. لا، انا عايزه فريش ووتر او موجوده في العصاير. طيب،